ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ والمقصود بهذه الثلاثة النوافل وليست المفروضات، ذلك أن المفروضات هذه هي من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال. ولذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولذلك هنا قال: أفضل من الصلاة والصيام والصدقة، يعني النفل. قالوا: بلى يا رسول الله. وهذا يدلنا على حرص الصحابة رضي الله عنهم على أمور الخير وعلى التسابق في هذا الميدان الواسع الفسيح اللاحب الذي يقود إلى جنة عالية. قالوا: بلى يا رسول الله، بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلاح ذات البين، صلاح ذات البين، وفي نسخة: إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. والمعنى إصلاح ذات البين التي فسدت وانهدم ما بينهما وتقطعت الأواصر بينهما. وليس بالضرورة أن يكون ذات البين من الأقارب فقط أو الأرحام، فكل من له صلة بآخر وانقطعت هذه الصلة وبانت العلاقة وحصل بينهما مسافة فإن هذا من ذات البين، الواجب إصلاحها وترميمها وإعادة العلاقة إلى ما كانت عليه. فهناك العلاقة بين الصديقين، إذا حصل خلاف بينهما فإن الإصلاح بينهما أفضل درجة من الصيام، من الصلاة والصيام والصدق. الإصلاح بين الزوجين أيضا، إذا فسدت العلاقة بين الزوجين فالإصلاح بينهما قيمة عظيمة، أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة. الإصلاح بين الجارين مثلا، إذا حصلت قطيعة بين الجارين أو خلاف، كذلك هذا من إصلاح ذات البين. كذلك بين الأرحام، إن نشب خلاف بين الأرحام فإن الإصلاح بينهم أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة النفل. كذلك بين عائلتين، بين قبيلتين، بين أمتين، وهكذا إصلاح ذات البين. فكل من كان بينه وبين آخر علاقة انقطع وصلها وجب على أهل الإصلاح أن يسعوا في إصلاحها وفي ردم الهوة التي حصلت بينهما وفي إعادة المياه إلى مجاريها.